مرحبا بكم. هل أحببتم فيديوهات الألغاز على قناتنا؟ لقد لاحظنا تفاعلكم الكبير عليها، لذا قررنا افتتاح قناة جديدة للألغاز. نطرح بها فيديوهات جديدة لاختبار ذكائك وقوة عقلك. هل الرجل انتحر أم قتل؟ من أي نفق يخرج مصطفى من هذه المغارة المخيفة؟ من السارق الذي دخل إلى المنزل؟ إذا كنت تظن نفسك عبقري حقا، لا تفوتها واشترك الآن. تجدون الرابط في وصف الفيديو. مرحبا بكم. إن تسديد ركلة الجزاء من وجهة نظر المشاهد هي أمر سهل، ولذا ينتظر دائما من لاعب الفريق أن يقوم بتسديدها في شباك الخصم مباشرة. ولكن أحيانا ما يقوم اللاعب بإضاعة ركلة الجزاء لعدة أسباب، ومنها الضغط الشديد. سنشاهد بهذا الفيديو أغرب ركلات الجزاء، وقبل البدء بالفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أولا، خطأ حارس المرمى. لا يمكن توقع ما تقوم به الكرة المستديرة، سترى بذلك الفيديو ما يتسبب به خطأ بسيط أثناء لعب الكرة، فذلك اللاعب قام بتسديد ركلة جزاء، قام الحارس بالتصدي لها وأطاح بها إلى أعلى. ابتعد الحارس بعدها عن المرمى بحركات تظهر فرحته بتسديد ضربة الجزاء، وهذا ما حدث بعد ذلك. ثانيا، جيم بيدنر. ما صنعه الحارس الفرنسي شيئا مذهلا للغاية، حيث أنقذ مرماه من ضربة جزاء محققة، إلا أنه بعد هذا الإنقاذ حدث ما لم يتوقعه هذا الحارس. ثالثا، براين رايز. توجد ركلات تعرف طريقها نحو الشبكة، ولا يستطيع الحارس فعل شيء لها، الأمر الذي يعرفه المشاهدون جيدا. وعلى الرغم من ذلك، ضربة الجزاء تلك تبدو مستحيلة، إلا أن اللاعب براين رايز الأكثر حظا على الإطلاق استطاع تسديدها وإحراز الهدف، وذلك بفضل وجود الحارس الذي صدمت الكرة بظهره ثم دخلت المرمى. رابعا، جوناس جوكنان. مما لا شك فيه أن ذلك الهدف سيبهر الجميع، وخاصة هؤلاء الذين لا يشجعون كرة القدم. فهذا اللاعب المسمى جوناس قام بتسديد الهدف بحركات بهلوانية أدهشت الجميع. وعلى الرغم من أن الكرة اتجهت نحو الحارس بشكل بطيء، إلا أنه لم يستطع إنقاذ مرماه من هذا الهدف. خامسا، قطر. حدثت أشياء شيقة للغاية بتلك المباراة بين قطر والعراق، فقد انتهت المباراة بالتعادل، ومن ثم التوجه إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز. وفي آخر ركلة جزاء استطاع الحارس إنقاذ مرماه من الهدف، ولكن الحكم قام بإلغاء ركلة الجزاء وقام بإخراج بطاقة حمراء للحارس، وبسبب ذلك وضع فريق منتخب قطر أحد اللاعبين بديلا لحارس المرمى، حيث كان قد قام بإجراء التبديلات الثلاثة لفريقه. وعندما هم حارس المرمى بالذهاب إلى دكة التبديل معتقدا أنه سيتم إحراز الهدف، حدثت المعجزة، فقد استطاع اللاعب التصدي لركلة الجزاء. سادسا، ضربة جزاء مباغتة. يفعل اللاعبون ما بوسعهم من أجل مباغتة حارس المرمى وإحراز الهدف. أحيانا يكون السلوك الذي يتبعونه لتحقيق ذلك غريب للغاية، فهذا اللاعب تحرك كما لو أنه سيسدد الكرة ناحية اليمين وركلها بشكل مباغت ناحية اليسار، وبفضل تفكيره الذكي استطاع إحراز الهدف وإبهار الجميع. سابعا، أوغستين بلاتري. في المباراة التي قامت بين نادي راسين كلوب الأرجنتيني ونادي سان مارتن في عام 2012، قام الحكم برفع البطاقة الحمراء بوجه حارس المرمى بالدقيقة 89 واحتساب ركلة جزاء على نادي راسين كلوب. أخذ مكانه بحراسة المرمى المهاجم الأرجنتيني الذي بعمر 30. بدا الأمر صعبا في البداية، إلا أنه نجح في التصدي لضربة الجزاء تلك. ثامنا، ديفيد بيكهام.
إن ديفي من أشهر اللاعبين بالعالم، إلا أنه أذهل الجميع بضربة الجزاء التي أضاعها بهذه المباراة، فقد كانت أسوأ ركلة جزاء في تاريخه، حيث قام بتسديد الكرة بقوة مفرطة أطاحت بها إلى أعلى. فما رأيك بشأن هذه الركلة السيئة؟ تاسعاً، لاعب يسدد هدفاً في مرمى. يمكن أن يسدد اللاعب الكرة باتجاه مرمى عن طريق الخطأ، فذلك اللاعب قام بتسديد ركلة على مرماه من ضربة جزاء، وسيدهشكم ذلك بالتأكيد. بعد أن قام حارس المرمى بتصدي لركلة الجزاء بشكل رائع، قام صديقه بركل الكرة داخل المرمى وفي محاولة منه لإبعادها. بالتأكيد لو أنه علم بما سيحدث لم يكن ليركلها أبداً. عاشراً، عودة الكرة. الفرح المبكر قد يتسبب بكارثة كبرى. ذلك الحارس قام بالتصدي لضربة الجزاء وفرح كثيرا دون أن يتوقع أن تعود الكرة إلى الخلف مرة ثانية. عادت الكرة إلى المرمى واحتسبها الحكم هدفا مؤكدا، وتلك المرة كان الفرح من نصيب الفريق الخصم. 11، هدف مضاد. أتينا إلى ضربة الجزاء الأخيرة، ومن المحتمل أن تكون شاهدت أهدافا من خلال ضربات جزاء سابقا، إلا أن ذلك الهدف غريب حقا. فبينما ينتظر الجميع يقوم اللاعب بتسديد ركلة الجزاء، يقوم الأخير بركل الكرة بظهره. وبالرغم من سهولة الإمساك بتلك الركلة، إلا أن المباغتة جعلت الحارس يكتفي بمشاهدتها وهي ترتطم بالشباك. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.